اولا ما غيتسد حتى شي ملعب، الجميع عازمه كل العزم باش يكونوا الملاعب كلهم محلولين، وكاين الصيانه، كاين شركه مسؤوله لا على الملعب الاسفي ولا دخريبكا ولا ديال البركان. هادو الملاعب اللي الصيانه فيهم دائمه ومستمره، وشركه كاينين ملاعب اخرى اللي بحال ملعب محمد الخامس او مركب محمد الخامس او مولاي عبد الله، كاين شركات اللي كيعملوا الصيانه اللي هي تابعه جهه اخرى، هذه تابعه لمجلس المدينه، مولاي عبد الله وفاس واكادير ومراكش تابعين سونارجيس. اذا هذا كاين واحد الشركات وحدين اخرين، ولكن ما كنظنش شي ملعب غادي يتشاد. كنسمعوا مركب محمد الخامس غادي تكون في واحد الصيانه 15 يوم، كنتمنوا انه يتفادوها. وعندكم واحد الراجل ممتاز ومهم اللي هو السلمير المدير ديال الملعب، اللي هو ملي كان مركب محمد الخامس وهو كيقابله، وهذاك راجل كنعزوه في المستوى وراجل مقتدر وكف، وما عندكم علاش يكون عندكم تخوف نهائيا. كاين استراتيجيه، كاين الملاعب اللي هي المشاريع كبرى الدوله، اللي كاين ملعب دوجده، كاين ملعب في مكناس، كاين ملعب في تطوان، وهادو مشاريع كبرى ان شاء الله اللي غادي تكون، وتعزز ترسانه البنيه التحتيه بالمغرب. فيما يخص البنيه التحتيه ديال الملاعب ديال العشب الصناعي اللي دارت 140 ملعب، وكذلك العشب الطبيعي اللي تعدل منهم البشير المحمديه، الابجيكو، الانبيعات، الحرتي بمراكش، والحسن الثاني بفاس، هادو كلهم الملاعب اللي الجامعه اللي عدلت لهم لا بولوز ديالهم، يعني الارضيه ديالهم بالعشب الطبيعي. اذا ترسانه مهمه، لا خوف على البنيه التحتيه. فيما يخص المشروع ديال الهوات ديال العشب الصناعي، راه تكملت 140 مليون 140 ملعب اللي غتكون جاهزه، 102 راه هي تسالات، وان شاء الله كاين رئيس اللي هو جودار ديال البنيه التحتيه اللي غادي يكمل على المشروع وراه خدام فيه. ونتمنوا انه يعطينا شي مخطط او لا خريطه الطريق او لا بلون داكسيون باش نعرفوا المغرب التطواني شنو غادي يتحقق. كنتمنوا ذلك حنا والجماهير، انا دابا رجعت منهم واحد منهم، نتمنى الخير ان شاء الله، وانا كندعمهم، وانا كنعلن على الدعم ديالي معنوي للمغرب التطواني.